الموجز الرياضي كنقدموا لكم من قناتكم شوف تي في. اهلا بكم. اكثر من 20,000 مشجع ودادي حل بمركب محمد الخامس باش يقتنيوا تذاكر مباراه الوداد البيضاوي والاهلي المصري برسم نهائي عصبه ابطال افريقيا، لكن الامور ما مشاتش كيف العاده بحيث شد المكان حاله من الفوضى، الشيء اللي ادى لبعض الاغماءات والاصابات. نتابعوا الصور والتصريحات. برأت شركة كازا إيفنت نفسها من مسؤولية فوضى ملعب محمد الخامس اللي وقعت اليوم الأربعاء بسبب بيع تذاكر مباراة الوداد والأهلي. وقالت كازا إيفنت من بعد توصلها بمجموعة مهمة من الاتصالات وطلب معلومات كتم الجانب التنظيمي لعملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة نهائي عصبة أبطال إفريقيا بين الوداد والأهلي، كتبلغ جميع الجماهير أن مهمة التنسيق والتنظيم الخاصة بهذه المباراة تتم تحت إشراف ومن تنظيم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وبدورها أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عشية اليوم الأربعاء أن المباراة اللي غادي تجمع الوداد بنادي الأهلي المصري يوم السبت 4 نوفمبر بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء غادي تجرى بشبابيك مغلقة بعد ما فدت التذاكر اللي تم طرحها سواء بنقاط البيع المعتمدة رسميا أو عبر الإنترنت واللي بلغ عددها 45,800 تذكرة. ونختم بشأن الدولي، قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تجديد عقد ديدي ديشان مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم لمدة عامين. وأكد نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي أن ديشان غادي يستمر في تدريب المنتخب الفرنسي إلى نهاية بطولة كأس أمم أوروبا لعام 2020. الموجز الرياضي انتهى، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.